وللحديث أكثر عن ملف الطائفي الذي برز بعد الاحتلال الأمريكي وسيطرة الميليشيات في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان خفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك، حياك الله أخي العزيز. دكتور، ما الدافع من تفجير ومحاولة ترسيخ الطائفية في العراق بعد عام 2003 رغم انسجام المجتمع العراقي على مر التاريخ؟ للأسف الشديد الذي حصل في العراق هو ليس فقط نتيجة للظروف التي سبقت أيام الاحتلال، بل هو ترتيبة متكاملة مع رغبة الكيان الصهيوني من جهة في تفتيت العراق والمنطقة، ورغبة بريطانيا أساسا في تكوين المذاهب ودعم الإسلام السياسي. لذلك رأت الكيان الصهيوني أن العراق يقسم ثلاث أقاليم، هي سنية وشيعية وكردية. هذا هو مشروع بن غوريون عام 1950، وتبناه جيش الدفاع الصهيوني عام 58. كذلك ذهب الاتجاه بريطانيا، فأنشأت الأحزاب السياسية المذهبية الطائفية تتألف من عمق وخندق ضيق يؤسس إلى رغبة جماهيرية ضيقة، إغراءات وإيهامات ليذهب باتجاه تهيئة البيئة إلى تقسيم العراق. لذلك جاءت أحداث ما بعد الاحتلال والعملية السياسية العوجاء النساز الذي وضعها نوح فريدمان الصهيوني وبريمر على هذه الشاكلة لكي تؤسس إلى ترتيبة عسكرية عقائدية ضيقة لكي تذهب باتجاه تقسيم العراق إلى أقاليم ضيقة وأضيق. هذه هي السبب الأساسي إلى نشوء، ثم أن الأحزاب هذه السياسية نشأت على أساس مذهبي طائفي، لذلك وجدت في هذا التوجه البيئة الملائمة لها، فعملت إليها ووسعتها والتزمت بها. دكتور، ما الذي دفعه العراق دولة ومجتمعا من تفجير العنف الطائفي الذي جاء مع الغزو الأمريكي وعملياته السياسية؟ العراق كدولة دفع سيادته، دفع مكانته، دفع فاعليته الإقليمية والدولية ومكانته، دفع للأسف حاضره ومستقبله كدولة. أما المجتمع للأسف الشديد فقد ضحى الكثير، إذ القاتل والمقتول هو من أبناء الشعب العراقي، وأن الخنادق الآن ما زالت متقدة والجمر تحت أقدام أصحابها، وبالتالي العراق كبلد خسر ما خسر ما ذكرناه، والشعب خسر وحدته وخسر أبنائه وخسر ألفته. إلى أي مدى ترى دكتور أن ثورة تشرين كشفت الميليشيات وكشفت أيضا منهجهم الذي يمشون عليه عندما لم تفرق في إطلاق الرصاص بين عراقي وعراقي؟ ثورة تشرين كانت ثورة أكثر من كلمة ثورة، كانت قيم جديدة، كانت وعي عام، كانت رؤية مستقبلية، فهي تجاوزت نعم المذهبية بكل أشكالها، تجاوزت ما يسمى الخطوط الحمر الضيقة الأفكار، ودعت إلى وحدة سلوك ووحدة عراق بلد. ثم أن القتل الذي جاء لهذه المجاميع الثائرة من قوى الشر وقوى الطائفية والمذهبية تؤكد على أن هذه الثورة جاءت لكي توئد الطائفية، وهذا الذي السبب الأساسي لأنه أوجدت خيفة منها القوى السياسية المتنفذة، لأن ثورة تشرين توئد الطائفية، والطائفية إذا وئدت فهم يؤدون معها. لذلك نحن نثني على ثورة تشرين قيما وسلوكا وبمقدمة من الشهداء، إذ أكدوا على عراقية العراق وعراقية المذهب، عراقية الانتماء، وضيقوا الخناق على القوى السياسية المذهبية الطائفية، لذلك قتلتهم وذلك جعلتهم محاور تشويه صورهم. ولكن مع هذا وذاك ثورة تشرين أعطت أكلها، وما زال هناك الكثير ينتظر الشعب العراقي من ثورة تشرين. أنت قلت إذا وئدت الطائفية يؤدون معها، تقصد أحزاب العملية السياسية، هل تتوقع أن تغادر هذه القوى طوعا أو قسرا الطائفية أو الخندق الطائفي، وماذا سيحدث عندها؟ أنا أعتقد أنها سيغادرون وسيولون الدبر مجبرين من أبناء جلدتهم من الغيارة في جنوب العراق، هذا الجنوب العراقي الأصيل، الناصرية، البصرة، السماوة، النجف، كربلاء، التي أوهمت إيران أقزامها بأن هذه البيئة هي خلفية، حديقة خلفية
توجه الطائفي الإيراني وأتباعه، ولكن هذه المجاميع الحرة العراقية الأصيلة المسلمة المؤمن بالله تجاوزت هذه الإشكاليات وثارت هي قبل غيرها مع جل احترامي لبقية المناطق وحرقت رموز إيران في هذه المناطق. إذن الثورة الشعبية الثورة تشرين أكلت العراقية وبالتالي أعطت صورة إلى أن هؤلاء الذين جاءوا على دبابة وارتموا بأحضان إيران الطائفية سيهزمون من المناطق التي أوهموا أنفسهم بأنها تابعة لهم وأنها حديقة خلفية لهم. أبناء الناصرية، أبناء النجف، كربلاء، بصرة، كذلك الأنبار، موصل، صلاح الدين يرفضون بإذن الله هذه المذهبية الطائفيات. وحتى الجانب الآخر ما يسمى بين قوسين الخندق السني هو ليس أقل شرا من الخندق الشيعي، كلاهما أسس إلى ما يخرق وحدة الإسلام والمسلمين وحدة العراقيين. هل تعتقد أن الطائفية انتهت إلى الأبد والمرحلة القادمة هي مرحلة الهوية الوطنية العراقية الجامعة؟ أنا أؤكد أنها انتهت، ودليل ذلك أن حجم التأييد الشعبي لهذه المجاميع انتهى ولم يبقى معهم إلا من تلطخ دمه، تلطخت يده بدماء العراقيين أو تلطخت يده بسلب الأموال، فهو حريص على بقاء هذه المجموعة القدرة. اثنين، أن حجم التأييد الشعبي العام لهذه المجاميع السياسية من المناطق الجنوبية قصر أو قل كثيرا جدا، وذلك يدل على أن هذه المجاميع انحصرت تفكيرها والطائفية انحصرت كثيرا، وأعتقد أن الأيام القريبة القادمة تؤكد ذلك. أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان خفاجي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الرافدين.